وقع ديوان الزكاة بالقضارف وقوى الحرية والتغيير أوامر إجرائية بحل وتكوين لجان الزكاة القاعدية بالولاية. وأكد أمين ديوان الزكاة بالقضارف ممدوح حسن توافق الرؤى حول تشكيل اللجان وإجراءات تمكين المواطنين لاختيار من يمثلهم في لجان الزكاة بالولاية، وأشار إلى التزامهم بالجدول الزمني لانطلاقة إجراءات الاختيار وفقا لتوافق عضوية اللجان الفنية، وقطع بحتمية الوصول بهذه الإجراءات إلى ما يرجوه المواطن من منفعة. تم الاتفاق على كل المحاور التي سوف يتم إنزالها خلال الأيام المقبلات، حيث تم الاتفاق على الجدول الزمني وتم الاتفاق على اختصاصات لجان الزكاة القاعدية، وأيضا تم التوافق بين ديوان الزكاة وقوى الحرية والتغيير في ولاية القضارف. إلى ذلك دعت قوى الحرية والتغيير والقضارف المواطنين إلى المشاركة بفعالية في اختيار عضوية لجان الزكاة بالولاية وأهمية التمسك بالحقوق المشروعة دون وصاية من أحد. أهم حاجة نحن بننشد أنه الكورة الآن حتكون في ملعب مواطن القضارف، هو اللي حيختار اختيار ديمقراطي اللجان بتاعت الزكاة بتاعته بكل شفافية وبكل وضوح، وبالتالي هذا التكوين حيصعد حتى يصل اللجنة العليا. إذا كل مواطن في القضارف المسؤولية مسؤوليته أولا وأخيرا يأتي بناس نزيهين يأمن فيهم الكفاءة يأمن فيهم النزاهة عشان كلنا ننهض بالبلد.